I شكرا سيد الرئيس. بدايه اود ان اكرر موقف وفدي من ان نمط المناقشات المتكرره لمجلس الامن في كل شهر حول سوريا وبدون وجود اي تطورات تستدعي ذلك يضع أعضاءه امام روتين تكرار نفس الخطابات وترديد نفس العبارات. لكن يبدو أن الراغبين بهذا النمط من المناقشات والمتمسكين به لا, لا يأبهون بالحفاظ على وقت وموارد المجلس والحاجة لتكريسهما لخدمة وظيفته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بل يحرصون على استغلاله لتكرار حملات الكذب والتضليل وإلقاء الافتراءات وتوجيه الاتهامات التي لا أساس لها سيد الرئيس، بين انقضاء عام 2022 الذي شهد فيه السوريون أزمات إنسانية صعبة ومتعددة الأوجه، ودخول العام الجديد 2023 الذي يفتح الباب أمام البحث عن حلول لها وإيجاد السبل المناسبة للتخفيف منها، يجدر بنا التوقف للنظر في الأسباب الحقيقية التي أوصلت السوريون إلى هذا الوضع الإنساني الصعب، وأدت إلى تفاقمه واستمراره. السيدات والسادة، لقد قادت السياسات الخاطئة التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية في العالم ومنطقتنا عموما، وفي سوريا خصوصا، إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وإلى تدمير المنجزات التنموية التي تحققت على مدى عقود. فقد عملت سياسة الفوضى الخلاقة، التي تبنتها الادارات الامريكيه المتعاقبه في منطقتنا وفي سوريا التي تشكل جزءا هاما منها الى افتعال المشاكل وتضخيمها لاشعال التوترات ومن ثم النزاعات بما في ذلك عبر انفاق مئات ملايين الدولارات على جهات اعلاميه مشبوهه لتضليل الراي العام ولتشويه صوره الدوله السوريه لقد قادت هذه السياسه الخبيثه الى هدم وتدمير كل ما تم تحقيقه من انجازات على المستويات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه وادت الى بروز تنظيمات سياس... تنظيمات ارهابيه في مقدمتها تنظيمي داعش والنصره الارهابيين وخلق هياكل ضاره واطر غريبه عن المجتمع السوري هدفها الوحيد هو خدمه المصالح الجيوسياسيه الانانيه للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لقد اخترعت الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو ذرائع مختلفة للتدخل مباشرة في سوريا فتلاعبوا بنصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتبرير تواجدهم العسكري اللاشرعي على الأراضي السورية مما ساهم بشكل كبير في تهديد سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وسرقة الموارد والثروات الوطنية السورية وفي مقدمتها النفط والقمح والغاز والتي تتجاوز قيمتها أكثر من مئة مليار دولار إن توفير الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين الغربيون لمظلة الحماية والإفلات من العقاب لإسرائيل ساهم في استمرار احتلالها للجولان السوري منذ العام 1967 وحتى الان. ومنع هذا المجلس من تحمل مسؤوليته ازاء عدوان اسرائيل المتكرر على سياده سوريا وعلى المرافق الحيويه فيها، والتي كان اخرها الاعتداء على مطار دمشق الدولي مطلع هذا العام. وادى الى وقوع شهداء واصابات وخسائر ماديه وخروج المطار. وهو منشأة مدنية لبعض الوقت عن الخدمة لم أسمع من هؤلاء الذين يدعون هنا الحرص على سوريا وعلى السوريين أي إدانة لهذه الاعتداءات مما يفضح نفاقهم ومعاييرهم المزدوجة وبالتوازي مع كل ذلك عمدت الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيون الى فرض تدابير قسريه احاديه على الشعب السوري، تدابير لا شرعيه ولا انسانيه ولا اخلاقيه. لم تسهم الا في مفاقمه معاناه السوريين داخل سوريا وخارجها. خاصه وان اثرها يشمل دولا ثالثه. ان استهداف القطاع الصحي السوري الذي يقدم الرعايه الصحيه لملايين السوريين، بما فيه مشافي الاطفال التخصصيه عبر قيام مكتب الصناعه والامن التابع لوزاره التجاره الامريكيه بفرض قيود على بيع التجهيزات او تقديم الخدمات او الدعم او قطع الغيار لعدد كبير من المشافي السوريه العامه والخاصه هو مثال عما تتسبب به هذه الاجراءات في تعريض حياه ملايين السوريين للخطر وبعد كل ذلك يدعي الوفد الامريكي واخرون معه بان العقوبات لا تطال المجال الصحي ويتباكون امامكم على تقديم المساعدات الانسانيه للسوريين. ومما يأسف مما ومما يؤسفنا السيد الرئيس هي التصريحات التي ادلى بها بعض مسؤولي الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي سرا وعلانيه من انهم لن ينفذوا مندرجات القرار 2642 الذي اعتمده مجلس الامن مؤخرا، وخاصه في مجالات التعافي المبكر والكهرباء، وهذا يعني عمليا ان هذا القرار سيبقى حبرا على ورق كما هي عاده هذه الدول، والتي سنحملها امامكم مسؤوليه ذلك سلفا. لم توفر الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها الغربيون فرصه استغلال وتسييس الانشطه الانسانيه اذ تمارس على القائمين عليه الضغط والابتزاز عبر التحكم بالتمويل كما تستخدم هيئات دوليه مختلفه اداه لممارسه الضغوط السياسيه على سوريا بالتلاعب المفضوح بنصوص الاتفاقيات الدوليه الناظمه لها أو بالانتقائية الخاطئة في تفسيرها لخلق آليات مسيسة. السيد الرئيس إن مجمل هذا السلوك الأمريكي الهدام في سوريا هو الذي أوصل ملايين السوريين إلى حالة انعدام الأمن والاستقرار، وحول جزءا كبيرا منهم إلى لاجئين ونازحين، وأفقدهم أمنهم الغذائي ووضعهم في أوضاع إنسانية صعبة كما أن جائحة كوفيد-19 والشتاء القارس وتفشي الكوليرا والأمراض المعدية الأخرى لم تضف سوى المزيد من المعاناة والكثير من البؤس والشقاء لهم إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين كل هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات اللا أخلاقية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها فإنها تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والوفاء بالولاية المنوطة به في احترام سيادة واستقلال سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وضمان التعويض لها عن كافة الأضرار التي لحقت بالشعب السوري جراء هذه السياسات والممارسات الخاطئه. السيد الرئيس، السيدات والساده، لقد تعاملت حكومه الجمهوريه العربيه السوريه خلال السنوات الصعبه التي مرت بها بشكل مسؤول مع كل هذه التحديات التي واجهتها وعمل ابناؤها بروح وطنيه عاليه لمحاربه الارهاب فقضت على جزء كبير منه. وهي اليوم أكثر إصرارا من أي وقت مضى على مواصلة جهودها لمكافحة ما تبقى من فلول الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار لكل المناطق في سوريا. كما دعمت الحكومة السورية مسارات التسوية السياسية وإرساء المصالحات الوطنية التي ساهمت في تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على تماسك المجتمع السوري وسهلت وصول المساعدات الانسانيه الى مستحقيها بما يضمن تلبيه احتياجات السوريين ويسهم في دعم صمودهم كما نفذت سوريا التزاماتها القانونيه بموجب الاتفاقيات الدوليه المنضمه لها وحرصت على دعم كل المبادرات التي تقدمت بها دول شقيقه وصديقه في مقدمتها الاجتماعات التي تعقد بصيغه استنا، وذلك بهدف التخفيف من تداعيات هذه الازمه او ايجاد حلول لها. ان الجمهوريه العربيه السوريه تؤكد مجددا على ان الحل النهائي للازمه في سوريا يتطلب وقف الاعتداءات الاسرائيليه المتكرره والممنهجه. وإنهاء الوجود الأجنبي اللاشرعي على الأراضي السورية في شمالها الشرقي وفي شمالها الغربي وما يرتبط به من تنظيمات إرهابية وميليشيات انفصالية والرفع الفوري وغير المشروط لإجراءات الإرهاب الاقتصادي والعقاب الجماعي المفروضة على الشعب السوري والارتقاء بالوضع الإنساني من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين بشكل عادل ودون تمييز. ووفاء المانحين بالتزاماتهم التي قطعوها حيال خطه الاستجابه الانسانيه وزياده مشاريع التعافي المبكر والتوسع فيها كما ونوعا. شكرا السيد الرئيس. I